استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء العراق والوفد الحكومي الموسع المرافق له، الذي يزور مصر حاليا للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة. وحضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من السادة الوزراء وكبار المسؤولين. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق والاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن. من جانبه أشاد رئيس الوزراء العراقي بالعلاقات التاريخية الأخوية بين البلدين، مؤكداً حرص بلاده على دفع آليات التعاون الثنائي والبناء على نتائج زيارته الأخيرة لمصر في مارس الماضي، لا سيما من خلال تعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات، وذلك في ضوء النموذج المصري الذي يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك في ضوء الدور المحوري للدولتين في المنطقة وحرصهما على التصدي للتحديات التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة، وبما يحقق آمال شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية.